صحيح. بص انا لو حبيت احفظ الفايل ده يا جماعه كده فيرجن اقل، فباجي من قائمه فايل سيف از واختار الفيرجن، فانا هاجي ابرر مثلا هاجي اقول له هنا 2015 وهبعت لك الفايل ده حالا على الواتساب تشيكي عليه، خلاص خد بالك وتقولي لي هل هو فتح او لا. حاضر. 15 سيف. بص ده كان الشكل اللي هو كان المره اللي فاتت، وده كان المقصود منه ان انا افكر بس وهله اولى ان انا افكر اجيبه ازاي. القصه مش في قصه الشكل ولا قصه الزخرفه، هي قصه ان انت ذاتي ايه توجدي فكره حل يعني. فانا كنت هبتديها ازاي؟ بالتحليل هتيجي تلاقي ان انت في عندك بدايتها هي شكلها شكل كوب. طب تمام. اتفقنا ان انا ما ينفعش اعمل اي تعديل الا لما اروح ازود سيجمنت. وشكلها متني، كلمه متني دي عندنا جوه 3 دي ماكس هتلاقي في عندك هنا امر اسمه بند. وجدتنيها كده بزاويه او انجل كذا. طب هي ليها معكوس، معكوس يعني بردك عندنا في الماكس اللي هو امر ميرور. اغير المحور واجي اقول له كوبي عشان يبقى في عندي نسختين. هتمسك الاثنين واروح اعمل لهم بردك ميرور تاني اهو، واغير المحور اهو واقول له كده. لو مسكت انت الاثنين دولك كده وجيت هنا عند روتيت واجي اقول له ان الزاويه بتاعتي كذا كذا دي كليك يمين واجي احدد له هنا انجل اقول له مثلا فرضا 18 يا زاويه 18 ليه انت عايز كام نسخه؟ هاجي هنا شيفت واسحب 360 ديفايد بقى 20 هيطلع الشكل عندي كده تمام؟ طيب الزيتونه بس في الاول طب اقول دي بس لا لا براحتك. الزيتونه بقى اللي انا كنت بتكلم فيها ابرار اللي انا بسجل ليه يس حد دي كده، لما جيت بعت لهم الفايل، الفايل مش مفتوح. يعني ايه مش مفتوح؟ يعني تيجي تضغط عليه كده ما تلاقيش ان هو اتعمل ازاي. طب الزيتونه دي انا هعملها ازاي؟ في حلين. اما تيجي تستخدمي فيه اوامر لسه هناخدها ايديت بولي وهناخد ايديت ماش وكتير قوي من الاوامر اللي احنا هنشتغلها. الاوامر دي انا ممكن اجيبها من طريقين، يا اما امسك الاوبجكتس بتاعتي دي كده واجي هنا رايت كليك واجي اقول له هنا كونفيرت تو واجي اقول له هنا بولي او ماش او باتش. كده كده الباتش مش معانا بس يعني بولي او اي واحد من الثلاثه. يعني ايه النتيجه اللي حصلت؟ هو تحول. ايه ده؟ طب ما انا اقدر امسك كل واحد على حده. بس بص كده الموديفاي بقى مكتوب هنا ايه؟ مش ظاهر. هو ده مش ظاهر. فده طبعا الكلام ده انت ما بتعملوش لنفسك، انت بتعمليه لما تيجي تحبي ان انت تعملي بلوك للفايل ما حدش يبقى عارف طريقه حلك ايه للكتله بتاعتك. خدت بالك؟ طب لنفسك اوعي تعملي كده. طب افرض ان انا عايز الامر، يعني وارد ان انت تكون محتاج الامر ده، هتجيبه ازاي؟ انا هرجع كده اندو اللي هي كنترول زد. خلاص مش احنا خدنا كنترول زد وازاي نامن نفسنا والباك اب والكلام ده كله؟ طيب فانا دوست كنترول زد. فانا هاجي هنا همسك الامر. انا كده كده لسه هرجع اندو او ممكن ادوس كليك يمين على اندو من فوق واجي اقول له قبل ايه كونفرت واقول له هنا اندو. ماشي كده. يعني انت كده الاوبجكت بتاعك موجود هنا اتعمل ازاي. فانا همسكهم كلهم اهو واجي هنا من موديفاي واجي اقول له هنا ايديت كذا. ايديت كذا ده زي بولي او مش زي ما انت عايز. طب ايه النتيجه اللي حصلت؟ لما هتيجي تمسكي هنا اي اوبجكت ايه ده؟ ده كان كون ثم اتعمل له بند ثم اتعمل له هنا ايديت بولي. حد فاهم؟ ده دايما تشتغل لنفسك كده. لكن اوعي تدوسي كليك يمين فده انت كانك بتعملي الكتله بلوك بتاعتك بلوك، ما ينفعش ان انت تفكيها تاني او ما ينفعش ان انت تعدلي في البارامترز بتاعتك تاني. او لو مش عايزه اللي قدامك او الفايل اللي حد هياخده ده يكون عارف انت عملت ايه. وصلت؟ هرجع تاني واقول الجزئيه المهمه اللي احنا هناخدها النهارده اللي هي ان انا ازاي اقدر اروح اجمع واطرح شكلي. يعني هديك مثلا من البدايه كده مثال بسيط. انا معايا فرضا كتله. طب تمام. والكتله دي انا عندي منها مجموعه كتل صغيره كده. وهاجي هكوبي. يعني هاجي هنا شيفت واروح ساحب دي كده. واقول له والله انا محتاج كذا نسخه. شكرا. عايز اجمع ايه؟ او عايز اطرح ايه؟ انا عايز اطرح. انا عايز اروح افرغ البوكس من مجموعه سلندرز. يبقى مين الطارح ومين المطروح منه؟ خلي بالكم انا كده كده اللي بيحب يكتب هعيدها مثلا 10 20 مره ولا في مشكله، بس عينك ودنك معايا. سلندرز والريكتانجل المطروح منه. السلندرز دي هي الطارح. البوكس ده هو المطروح منه، يعني كان البوكس ده هو ده الحيطه وان دولت الشبابيك مثلا. خلاص؟ اوكي. فانت نمره واحد في الخطوه امسك الحاجه اللي انا اطرح منها. ثم حاجه هنا من عند كريت او الجيومتري هتلاقي في عندك تحت ستاندرد اكستندد هتلاقي عندك كومباوند اوبجكتس هتلاقي في اخر حاجه دي اللي هي بروبوليان.
خلي بالك في مشكله او في امر فوليان ده كان زمان وكان ليه مشاكل كتير قوي عشان كده هم عملوا بروبوليان. المهم فانا هاجي اخد بروبوليان يعني. الله ده انت في عندك هنا يونيون وانترسكشن وسبتراكشن وميرج. حلو. في عندنا هنا كوبي وانستنس والريفرنس لو حد فاكر دولت في منتهى الاهميه. هاجي اخد هنا مون وهاجي هنا هعمل ستارت بيكنج اهي وهكليك بالماوس. هتشوف حاجه حصلت بمنتهى السهوله اتفرغت مكانها ولا اي حاجه. ده الكلام ده سواء انا عايز اعمل يونيون انترسكشن سبتراكشن زي ما انا عايز والكتله نظيفه ما فيهاش اي مشكله. وصلت؟ ممكن تاني؟ طيب بس انا هعمل مشكله انا كده كده عدت خمس ست مرات. انا مثلا عندي ادي كتله وهاجي هنا اهو اروح جايب هنا سلندر اهو نفس الخطوات اللي احنا عملناها بس انا هاجي هنا اهو هاخد منهم كوبي بس بعد مع ايه؟ ما كريتهم. خلاص وهاخد منهم كوبي بس بدل ما كاري الثاني يعني كاني هعيد المثال مرتين. خلاص وهاجي امسك دي خدنا نور اللي هي هايد وان هايد وفريز وان فريز يعني حاجه تسهل لي الشغل بتاعك. يعني هاجي اعمل له هنا كده ايه هايد هايد سيلكشن. ايه الخطوات؟ انا همسك كتل ومحدش يكتب انا كده كده هعيد ثاني وهاجي هنا كومباوند. انت شاورت لنا من شويه على حاجه اسمها بوليون صح؟ هو ده بيجمع ويطرح؟ بصوا معايا عشان مشكلته انا بشرحها عشان ما حدش يستخدمه حتى لو كتله واحده ما تستخدموش. طب تمام. طب انت بعد ما انت جيت خدته ايه اللي هيحصل؟ انا عايز اسبتراكت ماشي. طب انا عايز اقاد الايه الاوبرن يعني انت هتروح تعمل سبتراكت على الكتله دي مش عارف حد شايف اه ولا لا؟ اه يا دكتور. ايه ده هي في حاجه حصلت في الكتله؟ ايه ده؟ اتفرغت كده اتفرغت؟ لا اتفرغت بس الله. طب بص بص كده في الكتله اللي فوق الله ده في شرطه حصلت او في كسره حصلت حد شايف؟ ماشي ماشي. طب حاجه هنا اهو كده واجي اقول له هنا ادي الاوبرون تاني واخد ده الحق ده في شرطه كمان حصلت. فدي المشاكل اللي هي بتاعت بوليوم عدلوه بس بردك ما هوش على المستوى. فاحنا دايما حتى لو كتله واحده بنستخدمها فانا عندي هعمل ايه؟ انا هشيل دولت بقى خلاص حلو واجي كده اكليك يمين واقول له هنا انهايد خلاص وهمسك دولك كده ديليت وهاجي عايز اطرح. ايه هي الخطوات؟ امسك كتل واجي من كومباوند واجي هنا بروبوليوم واجي اقول له هنا ستارت وافضل اكليك بالماوس لحد ما اخلص حاجتي. الكتله نظيفه ما فيهاش مشكله وطرحت زي الفل. وصلت؟ اوكي. انا هعيد تاني عشان لو حد حابب يكتب بس في زيتونه في الاخر خالص. دلوقتي فرضا ان انا جيت لقيت ان الكتله دي التكنس بتاعها انت حاسه ان انت عايزه ان هو يتخن شويه المفروض ان انا اعمل ايه؟ البوكس يعني التكنس بتاعك اه هعمل انا هحطها بالسكيل مش هتكبر ايه ده من باراميترز وعلى ما فيش باراميترز خالص. ايه ده هو انت تقصد ان البروبوليان بيروح بيفقد الخصائص بتاعت الكتله؟ اه هتشايفها فخلي بالك هو ده اللي انا بحذر منه عشان لما بتيجي تفرغي من كتله لكتله بتلاقي ان في مشكله عندك ظهرت عايزه تعدلي في الكلام ده. لينا كذا وسيله ان احنا نعدل بس انا بقول لك بصفه مبدئيه دايما بحب الايه الوقايه خير من العلاج. خلاص؟ لا طب معلش انا هقول لكم حاجه بس بردك ما تستخدموهاش عشان ده بيضرب الكره. طب هو انا ينفع اعدل؟ اه بص كده لو جيت دوس على السهم الصغير ده دي حاجه ظهرت اسمها ايه؟ اوبرانس الله. طب جيت دوست عليه ولا اي حاجه. طب اطلع بالمنيو دي كده فوق ايه ده؟ الله ده السلندر اهو الله ده جالي فوق. هو انا ممكن العب في الريدس على كتله؟ اه براحتك بس خدي بالك ده يعني عشان ده ايه ده يا دوبك هو حته بوكس صغير مش شباك او واجهه معموله اكسترود ويتفرغ منها شبابيك وهكذا. خلاص؟ خلاص؟ اجي هنا تاني ادي الاوبرن زي لا ده والله انا محتاج ان انا اجيب البوكس او اهو ادي البوكس بتاعك اهو وهات البوكس. حد شايف؟ بس ما حدش يعتمد انا بشرحها بس تاخد بالك منها ايه احتجتها في الظروف الخفيفه الحاجات الصغيره اللي ما تضربش عشان توفر عليك نفسك ايه المشكله من الاول. طب يا دكتور لو انا عايز افرغ بس مش افرغها كلها للقاع يعني افرغ نصها. طب اقول لك يبقى حضرتك هترفعي الكتله عن الكتله ما تنزليهاش للاخر. اه ما تنزليهاش للاخر يعني مثلا انا معايا كتله اهي هاجي هنا اهو كده واروح عامل مثلا هنا اهو زي سفير وهاجي ارفعها من هنا كده اهي اهي وهاجي افرغ دي من دي هاجي هنا ستاندرد كومباوند بوليان ستارت واروح واخد دي. بص هي اتعملت ايه؟ تمام. ولو رجعت لعبت في البارامترز بتاعت البوكس لا ما بلاش. طب وليه؟ طيب عشان خاطر بلاش.
يعني انا قلت لك للمعرفه للمعلوميه او للكتل الصغيره زي كده، يعني انت معاكي حته ديكور صغيره، حته ترابيزه ماشي، لكن ما تبقاش بلان بالكامل مرفوع وفي لاي اوت والكلام ده كله، يعني بلاش تلعبي فيه يعني. احسن يفضل يعني. خد بالك يعني انا كده اقدر اغير ده انا عايزاه. اوكي وصلت؟ تمام. تحب اعيد تاني عشان خطوات ولا انتوا كده بيس؟ تمام. طيب اعملوها كده سريعا وارجعوا عشان نبتدي بقى نطبقها على وجهها مثلا. نفس اللي احنا خدناه من شويه على الكتله الصغيره دي، احنا عايزين ناخدها ايه كجزء من وجهها، او تعال ناخد مثلا مجرد بوكس كده اهو. انتوا معايا صح؟ وهاجي هنا اهو كده ارسم شباك. تمام. طيب حد بقى يمليني واحده واحده واحنا بنفكر كلنا بس بصوت عالي. لو انا حبيت افرغ الشباك ده هعمل ايه؟ انا شباك شباك نفسك البوكس الكبير. حد يمليه بس بخطوه واحده واحده. الله يبارك. همسك على الحيط ثم بعدين البروجرام كومباوند الاول يا فنان. اي ماشي كومباوند امان ثم بروجرام ثم هاخد ستارت شباك بعدين اختار شباك. استنى عبد الرحمن صح؟ لا محمد. طب بص يا محمد، هو انت لو جيت عملت ستارت بيكنج وخدت ده، مش انت كده هتفقد البوكس اللي جوه هيبقى فيه فراغ؟ طب انت هتعمل الشباك ازاي والازاز ازاي؟ هل اروح اخد بالسناب واروح اكاري بوكس تاني واصغر السيكنس بتاعه تاني صح؟ طب كده اسهل ولا اسهل اقول له هنا كوبي وادوس وان كليك؟ الله. طب ايه الفرق كده ان هو بعد ما طرح ساب لك نسخه اهي هتشايفها؟ طب انا هعمل بيها ايه؟ هروح جاي هنا كده من موديفاي واقول له لو سمحت خلي لي السيكنس بتاعها زيرو. ليه؟ واظبطها طبعا عندي هنا كده. ليه؟ عشان اجي هنا من موديفاي واقول له هنا لاتس لو حد فاكر واشيل جوين. الله. يعني انت كده ممكن يا ابرار اجي هنا للبوكس وازود هنا اللين سيجمنت والويت سيجمنت. طب انا عايز اروح اعمل الازاز هعمله ازاي لو حد فاكر؟ بلاين بالبلاين كوبي من منها نفسها كليك يمين اعمل ايه؟ ايوه كليك يمين اخد كلون اهي وبعدين كلون بس اخده ايه؟ كوبي واقول له اوكي. طب انا ما عملتش حاجه كده يا نور. لا ده انت عملتي نسختين شايفه؟ انت محتاجه النسخه الثانيه الغي منها امر لاتس. انا كده بس بحاول استفيد واستغل الخطوه اللي قبلها اهي. وصلت؟ تاني بقى معلش تاني بقى تاني عشان هدبسكم تعملوا حاجه. الاول هاجي هنا اهو وانا متعود على التدبيس ده معاهم يا نور شويه. بص انا باجي هنا كده اعمل كتله واحده واحده بس هشيل منها السيجمنتس كان انا لسه عاملها خالص. ايه الخطوات؟ واحده واحده هيروح جاي هنا على اصل الكتله ثم هاجي هنا كومباوند ثم هاجي هنا بروفوليوم ثم هاجي اقول له هنا ستارت وهاخد كوبي واروح دايس وان كليك وكليك يمين عشان اخرج من الامر. ايه اللي انا استفدته؟ ان هو راح عمل لي حف بس ساب لي نسخه. طب انا استفدت ايه من الكلام ده؟ همسك اللي هي الشباك اللي انا فرغت منه اهو واجي هنا من موديفاي واخلي السيجنس بتاعته زيرو ثم عايز اظبطيه في الوسط هنا. هو انت عمال تظبط كده بالحب؟ لا يا نور، احنا خدنا كليك يمين على موف واقدر اطلع وانزل فيه سواء في اي محور من الثلاثه بالمسافه. نور انت معايا؟ مع حضرتك. هاجي هنا كده واقول له هنا ال وانتر. ال وانتر بيجيب اللاتس اشيل الجوينت ثم اجي ازود له هنا البوكس ازود هنا سيجمنت سواء كطول او عرض اهي ثم هاجي كليك يمين واقول له هنا كلون كوبي اوكي ثم هلغي امر لاتس واجي اغير اللون. طبعا اغير اللون دي مجرد عشان احنا لسه ما خدناش ايه موضوع الماتيريال لكن ده هيبقى خشب او كده مش عارف ايه كذا قطع. وصلت؟ اوكي. وصلت؟ وصلت. حد يعرف يعملها ولا حد يحب عيدها تاني؟ لا تمام. يلا جربوها وارجعوا.
انا هعمل حيطه عادي صح، وبعد كده احط بوكس بالظبط، بعد كده اعملها كومباوند، بعد كده اعملها بروبولين صحيح صح، وبعد كده خلاص كده اسود السيجمنت صح بالظبط. ولو في مشكله قولي وانا هعدلك. اوكي هو انا ما عملت بولين عملت لي اللي هو اتشال خالص البوكس، ما بقاش فيه موجود تاني. يبقى انت مسكت خطوه غلط، خلي بالك بقى. انا عملت يبقى في خطوه في الستبس نفسها غلط. طيب اقرب، ما عشان كده يمكن كنت دايما بحذر موضوع البولين ده في سواء في الجمع او الطرح. انا عاملاها برو بولين، بس الفكره اللي هي عاملاها هو انا عملت عادي الكومباوند، عملت الحيطه وحطيت فيها جواها بوكس وقللت السكنس بتاعها، وبعد كده عملت كومباوند بروبولين، بس هو البوكس اتشال في فراغ، بس البوكس اتشال خالص. يبقى شوف كده دعبست ان انت، هل انت جيتي بقى اللي هي يونيون ولا خدت سبراكشن ولا خدت ايه بالظبط؟ طيب اوكي تمام سلام. ولو في حاجه قولي لي انا هدلك تاني بقى. تمام كده ظبط. محدش حاسس ان في مشكله جايه له في النص ولا حاجه لحد دلوقتي؟ لا انا تمام. ولا حد شايف ان في حاجه ممكن تكون بتحصل لحد دلوقتي؟ لا وحريه. بتعمل ايه؟ ايوه بالظبط، ايوه بالظبط، في حاجات بتحصل. خد قد ايه ده تقريبا؟ بيك دي ممكن، بص انا معايا هنا ادي بوكس اهو، ده اللي هو فرضا ان ده جنب الكلام ده، انا لسه عامله حالا من شويه، واروح جاي هنا اهو كده عامل ده كانه شباك، وهاجي هنا اقول له هنا لو سمحت انا عايز هنا شيفت، واروح طالع كده اوكي، وعايز منه كذا نسخه خلاص، ووسطا هنا الجنب. طبعا الكلام ده بالمقاسات اكيد بالظبط، يعني احنا ممكن نعمل الكلام ده بمقاسات حاجه هنا. لا انا عندي سؤال صغير قبل ما تكمل بس. لا مش ممكن. قولي انا سامعك. انه قبل ما تعملهم كلهم كوبي، تاخد الريكتانجل الواحد ده تعمل عليه امر ال لاتس؟ لا واللاتس وكل لا حاجه. لا طب انا افرغ، طب افرغ ازاي؟ ما هو ده السؤال بقى، ما ينفعش. لا لا ما ينفعش، لا لازم الاول البوكس بعد ما افرغ بيهم اخلي التخانه زيرو عشان ما بقاش عامل زي القفص. أوه. خلاص؟ عارف قفص العصافير؟ عشان ما بقاش مشرد كده. ايوه. ثم اجي هنا وكده اللاتس واقلل ايه؟ اقول له انا مش عايز جوينتس لو سمحت، واقلل الريدس بتاعتها كده، واروح هنا للبوكس واجي ازود له هنا سيجمنت طول وعرض على حسب شكل الشباك اهو. اوكي. خلاص؟ يبقى انا كده الاول حفرت، ثم جيت لعندي للشكل ده كده وشكلت فيه زي ما انا عايز اهو. شايفه؟
حتى شكل السايدز بتاعته ممكن ازودها لو انت عايزه شكل الحلايه بتاعت الشباك. طيب ثم حاجه هنا رايت كليك كلون، اقول هنا كلون لو سمحت. اوكي كوبي ماشي اهي. ثم اجي على هنا ام لابس، ثم اروح اغير لون لو عايز كوبي. اه هنا بقى بس خدي بالك عشان تيجي تاخدي كوبي اعملي سيلكت الاول، يعني خدي هنا ويندو، فاكره كروسنج او ويندو، ويندو عشان امسك الحاجه اللي جوه سيلكشن بس. ثم ما حدش ينسى اروح اعمل لهم هنا جروب عشان ما يتفرطوش مني. اوكي طيب ثم هكبر بقى صاحبتنا دي كده. طب انا هكبرهم ازاي؟ قصدي هنقلهم ازاي؟ انا هاجي هنا اهو كده، انا ماسك الشباك الاول هقوله هنا لوك. لوك يعني ايه؟ يعني افضل ماسك ده ما تلخبطش وامسك حاجه بديل، وبالسناب على الميد بوينت مثلا اهي، وراح جاي قايل له شيفت من هنا اهي نص الشباك ازوم كده مفيش مانع اهي، شايفه؟ اجي على النص ده كده اهو شيفت، واروح واخد ده كده. خدت بالك هو ما حولش معايا يعني ما حولش اوكي اجي كده اهو راح مركبه شبيك اوتوماتيك مفيش شباك زياده اشيل. طب ثم انا عملت ايه من شويه؟ رحت انا جاي ماسك من دولاب كده يا ايمن، وجيت قلت له هنا جروب لو سمحت، ورحت جاي هنا شفت مع الروتيت على اساس ان انت عندك الاربع جوانب بتاعت المكان اللي انت بتعمليه قد بعضهم بنفس عدد الشباك. ايوه أوه. ده فرضا خدت بالك. ورا جيت هنا رحت انا جاي هنا عامل 90 درجه شكرا ثم امسك صاحبنا ده كده اهو اهي، واجي هنا بالسناب واجي اقول له لو سمحت انا عايز بيرفكت شكرا اهي كده تمام. همسك الاثنين بردك ورا جاي قايل لهم هنا جروب عشان يبقى ليهم سنتر بوينت واحد، ثم اجي اقول له هنا روتيت واروح جاي لففهم اهي. طب حركه لففهم كام؟ اروح لففهم هنا ماينس 180 درجه اهي. ثم هاجي هنا يا محمد ان انا هاجي هنا بالسناب واروح واخد صاحبتنا دي كده واروح حاططها هنا حلو. طب عايز اعمل سقف وارضيه فهاجي هنا كده اروح جاي هنا قايل له انا عايز بوكس. خلي بالك دايما اعملي البوكس اللي انت عايزاه وعلى مزاجك، بس خدي بالك اهم حاجه تخانته ما تكونش زيرو اهم حاجه. طب لو هو اترسم فوق ودخلته زيرو لا زود التخانه بتاعته زي ما انت عايز، اي رقم غير الزيرو. ثم تعالى كليك يمين على موف وخلي ده كده زيرو زيرو موف خلاص عشان يبقى على الارض. ثم التغطيه من فوق هو جاي واخد هنا بيراميد اهي، واقول له انا مش عايزه من السنتر عايزه من هنا من كورنر بوينت اهو كده اهي. ايه ده نزل تحت انا مش شايف. طيب طب ماشي اطلع بالهايت فوق اهي بدل ماينس خليها بلس. يبقى الرسمه دي كده خدت قد ايه؟ مثلا صح؟ نعم وصلت؟ تخلص معاكم كام ثانية؟ ممكن دقيقة كده. حضرتك سجلت ده صح؟ اه يا فندم طبعا سجلت. صباح عامل ايه؟ اتفقنا اللي هو شكل الكورة اللي بتفيدها دي انا ممكن اجي هنا كده اروح جاي عامل ممكن حضرتك بس تسجل ريكورد؟ واحد هو محول مصور انا معايا هنا في حد فتح السبيكر مش مشوش شويه عن حضرتك مش عارفه اسمع كويس. طب سمعنا طيب؟ اه انا سامعك اه. لا مش حضرتك اللي فتح بص انا معايا السفير اهي. اول حاجه طبعا باي ريديوس مش هي القصه، مهم جدا اهم حاجه موضوع السنتر بوينت. فانا هاجي هنا اهو في السفير والجيوسفير بالذات في عندي وظيفه اسمها البيست بيفت اللي هي البيست تو بيفت، يعني بروح انقل السنتر بوينت من النص بكليكايه واحده بس. ده في الكوره اللي هي السفير والجيوسفير فقط فيها الوظيفه دي. اي اوبجكت تاني احنا خدنا هيراركي وانقل بيفت ازاي. اول حاجه هيروح اقول له هنا سلايس واقول له من زيرو لحد 270 لان انا محتاج ربع واحد فقط بس يبقى موجود. هاجي بعد كده هنا بسكيل واقول له هنا شيفت مع سكيل كده عشان يعمل النسخه ايه؟ نسختين. همسك الكبيره ثم هاجي هنا كومباوند ثم هاجي هنا بروفوليان ثم هاجي اقول هنا ستار واروح واخد الصغير. طيب عايز اكررها اربع تربع هكررها ازاي؟ احنا خدنا هنا دي روتيت وشيفت مع روتيت. معلش هندسه وانت فرق. اول حاجه هبتديها في الاساينمنت ده بدايه شغل، يعني هروح اعملها هنا او اعمل هنا سفير سواء كان بريديوس او من غير، يعني ممكن مانيوال بايديا. ثم هاجي هنقل البيفوت بتاعتها تحت، دي اوفر من ان انا اروح اعملها من هيراركي والسناب والكلام ده كله. يعني السفير والجوي سفير بالذات فيهم حاجه اسمها البيست بيف. ثم هاجي اروح اعملها هنا سلايس فروم زيرو لحد 270
عشان يبقى كده في عندي ربع واحد فقط. ثم هاجي هنا كده من فرونت وهاجي اقول له هنا شيفت سكيل عشان اقدر امسك الكبيره اللي هي دي. ثم هاجي هنا كومباوند بوليان ستارت وراح جاي واخد الصغير كده. بقى فاضل معايا ربع واحد بس مطار، عايز اربعه. فانا عندي احنا خدنا المره اللي فاتت يا جماعه خدنا اللي هي روتيت او شيفت مع روتيت، بتعملي نسخه مع التكرار. طب انا عايز اربعه الدائره 360 درجه على الاربعه فيها 90. هاجي هنا في الانجل سناب وراح جاي كاتب هنا اهو 90 درجه. انا عملتها ميرور وممكن ميرور بس كده اسهل، واقول هنا اهو 3 غير الاخر كده. بقى من هنا انا بقى معايا 4 ارباع. طيب تيجي بقى هنا حته المشكله في حته فتح الدائره على البيفوت. لو انا جيت عملت هنا كده روتيت انا مش هقدر اضمن الزاويه اللي انا هحرك بيها او اللي انا هفتحها بيها. طيب هي الزاويه دي كده كام درجه؟ 90. طيب طب انا عايز الاكس في نص ال 90، نص ال 90 كام؟ 45. هروح جاي ماسك الاربع ارباع واعمل لهم روتيت 45 درجه كده، واجي هنا في الانجل واقول لو سمحت اديني هنا 45، واروح جاي ماسك الاربع ارباع واروح لففهم لفه واحده بس بحيث ان المحور يكون في نص ال 90، نص الربع. ثم هاجي بقى في الحركه اللي هي بتاعت اول محاضره عند التايم فريم 100، ومش لازم 100 ده على حسب السيناريو اللي انت بتحددوه. اوتو كي سجل، همسك الربع ده وافتحه برده 45 درجه، وهكذا كل ربع من ايه من الاربع ارباع. امسك الربع واروح فاتحه 45 درجه، امسك الربع وافتحه 45 درجه. ثم امسك الاربع ارباع واجي هنا اهو كده واروح لففهم زي ما انت عايز. مش هفتح ولا اقفل ولا اي حاجه خالص. ده هي كل الفكره ان انا هاجي هنا اهو كده افتحهم بس فقط. يبقى لما هاجي اعمل بلاي هتقعد تلف وتتفتح. بتعمل ازاي دي بقى؟ خلي بالكم انتوا طلبتوا قلتوا زيتونه مش امتحان. طب ما احنا كده انا بقول سكيل. سكيل بس؟ ولا معاها روتيت؟ لا سكيل ومعاها روتيت. سكيل ومعاها روتيت زي القديمه. طب معاهم شيفت ولا من غير عشان تكرار؟ ايوه بشيفت. معاهم شيفت. طب نفكر بقى، ندي لنفسنا وهله كده 60 ثانيه نفكر فيها. طيب الزيتونه بتاعتنا فين؟ هي هي زي الكوره اللي هي كانت من شويه. انا معايا هنا مثلا كيوب، انا هعرضها بس بشكل تاني. الكيوب ده طول ضلعه مثلا فرضا هنا اهو 20، حلو. انا عايز من الكيوب ده خمس نسخ، فرق المسافة ما بين كل واحد والتاني 40، كل واحد يلف عن التاني 40، كل واحد أصغر من التاني 40، أعمل إيه؟ بروح عند البرسنت دي وبختار إنها أصغر 40 وببدأ أكبر وأصغر من ال بس دي تعتبر شغلانة لما أجي عند البرسنت سناب اللي هي بتاعة الإسكيب. طب ماشي بس هيبقوا في نفس المكان؟ يبقى أنت كده محتاجة شيفت موف بقى. السناب صح؟ ولا شيفت روتيت؟ لا مو مش روتيت، موف ولا موف وروتيت وسكيل. شيفت سكيل وشيفت روتيت وشيفت موف. هقول تاني السؤال. هقول تاني السؤال. انا عندي البوكس ده طول ضلعه 20 صح؟ عايز فرق المسافه ما بين، عايز منه خمس نسخ، فرق المسافه ما بين كل واحد والتاني 40، 40 سم. كل واحد يلف عن الثاني 40، يبقى كده روتيت. طب كل واحد اصغر من الثاني 40، النسبه دي ما هي الثابته، ده انت ممكن تحط اي ارقام بس انا بس بتكلم في ارقام سهله خلاص. فانت كده محتاج شيفت مع موف مع روتيت وشيفت مع روتيت وشيفت مع روتيت وموف 40. بس ده انا هبتديهم ازاي دول؟ ده بقى يدخلنا على ايه؟ يدخلنا على قصه ثانيه خالص مختلفه تماما اللي هي ايه؟ اري. طب الامر ده احنا خدناه قبل كده صح؟ بالبق كده ولا بالبق؟ احنا خدناه بتفاصيل ولا ما خدناهوش؟ ولا ما خدناهوش كلام نهائي يعني؟ طيب احنا خدناه بس ما خدناش الشكل ده، احنا خدناه بس خدناه مفرط. يعني ايه مفرط؟ يعني احنا خدنا شيفت مع موف وشيفت مع روتيت وشيفت مع سكيل اللي هو هنا كده كده مجمع لك دول، مش فاهم حاجه. يعني انا هاجي هنا كده يعني انا لو جيت هنا اهو كده وقلت له بريفيو عشان اتفرج، احنا خدنا كوبي ونسنس وريفرنس. الكاونت اللي هو العدد، هو الراجل ده طالب قد ايه؟ خمسه. ماشي ودوس انت. مالهم فرق المسافه ما بين كل واحد والتاني مثلا في الاكس 40 ودوس انتر. الراجل نفذ.
طيب كل واحد يلف عن الثاني 40 اهو في الروتيت. ما انت عندك هنا ادي موف وادي احداثياتها، ادي روتيت وادي احداثياتها، وادي سكيل وادي نفس القصه. فمجرد ان انا بشوف الامر الفلاني فين وببتدي ان انا هنا اهو، اللي هو قال لك اصغر من الثانيه ايه 40، يبقى انا هحط المتبقي من 100 اللي هو 60 و60 و60. ليه في الثلاثه؟ عشان ما يبقى في ريشيو ما بين الثلاثه، ما يبقاش في ستريتش في اي اكس. يبقى انا كده عملت شيفت مع موف، شفت مع روتيت، وشفت مع سكيل. لا اوكي، هي السكيل ل 60 ما فهمت، هي السكيل اللي قلنا انها 60، لان انا كنت طالب ان كل واحد اصغر من الثانيه 40، كل واحد اصغر من الثانيه 20، يبقى اكتب هنا 8 اللي هو المتبقي من 100. نسيت ولا ايه؟ اوكي تمام. يعني فهو نفذ، يعني معنى كده انت عندك اري هو ضم لك شيفت مع مو، شيفت مع روتيت، شيفت مع سكيل، صح ولا مش صح؟ ايه الجديد بقى؟ ايه الجديد اللي هي في القايمه اللي احنا فعلا ما خدناهوش؟ طبعا توتالز دي بتجمع لك اجمال القيم اللي موجوده، ان هو يدخله كلهم مع بعض. ايه بقى الجديد اللي هي ال1 دي و2 دي و3 دي؟ مش فاهم، اعمل بس ريسيت الارقام واخليها هنا كوبي، واقول له مثلا هنا اهو خمس نسخ. ماله من خمس نسخ دولت؟ مثلا حاجه هنا في الاكس، واقول له كل واحده بعيد عن الثانيه 40 ايه سم. طب حلو، ده ال1 دي. معنى ال1 دي ان هو بياخد اوبجكت ويكرره. طب معنى 2 دي، مش هينفع خلي بالك اشتغل 2 دي الا لما اعدي على ال1 دي الاول. طب معنى 2 دي هياخد الصف اللي طلع ويكرره، يعني هاجي هنا مثلا في الواي واكتب له اي قيمه اهي، واقول والله انا عايز صف او 2 او 3 او 4. يعني انا ما ينفعش اشتغل 2 دي الا لما اعدي على ال1 دي الاول. طب 3 دي، 3 دي هياخد اللي انت عملتيه على الارضيه ده كله ويطلع بيه كام سنتي براحتك برضه. كام دور؟ دور 2 3 4. ما حدش يستنصح ولا هشتغل 1 دي و 3 دي، مش هينفع، لازم تعدي على 2 دي الاول. حد معايا ولا فين؟ مع حضرتك. تاني يعني معنى كده ان انت عندك ال1 دي هو بياخد اوبجكت اهو ويكرره لك، اوبجكت واحد ويكرره. طب ال2 دي بياخد الصف اللي طلع من ال1 دي ويروح مكرره. طب 3 دي بياخد الارضيه ويروح رافعها. ما ينفعش تعدي من ال1 دي على 3 دي. حد معايا ولا فين؟ محدش ينفع يشتغل 2 دي و3 دي من غير ما يعدي على ال1 دي. وصلت؟ وصلت. طيب افرض انت معاك سلم سبايرال، هو لو انتوا فهمتوا صح. السلم سبايرال ده اللي هو سلم الحلزوني. كام السلمه يا سيدي؟ اهو ادي السلمه بتاعتك اهي. اللي هي كام يعني؟ 30 متر 20 قايمه 15. اهي. 30 متر 20 القايمه بتاعتك 15. انا عايز لو السلم ده سلم سبايرال هعمل ايه؟ سلم حلزوني هعمل ايه؟ حلزوني ازاي؟ يعني يلف حوالين ده. ده اللي هو بير السلم او ريديس اللي هو بيبقى في النص. هعمل ايه؟ شيء من اري بقى. ماشي، ما انا هستخدم اري، بس في حاجه مهمه قبل اري اللي هي ايه؟ الموف وسكيل والروتيت. سوري لا ما صوتش، في حاجه مهمه اهي انا موضحها هنا عندي على التوب فيو اهي. البيفوت. جدعه برافو عليك. يبقى حضرتك هتيجي هنا هيراركي، هاجي هنا افكت بيفوت اهي. عشان ده بص، خلينا نترجم كلمه حلزوني او اللي هو سلم سبايرال. هو السلمه دي مش بتلف حوالين الشمس؟ حوالين السلندر. تعالى نترجم كلمه بتلف وبتطلع دي جوه الري، بس هنقل البيفوت الاول. هاجي هنا بسناب واروح جاي واخد هنا بيفوت بس اهي يا عبد الرحمن، واروح جاي هنا اكرم، واروح جاي واخد دي كده، واروح جاي حاطط دي كده واقفل. ثم اجي هنا اهو كده يا جمال، واجي اقول له هنا من قائمه تولز الري، وخلي بالك انا واقف في الطب، واجي اقول له هنا الري واجيبها كده على جنب. تعالى نجرب ريسيت لو في عندك ارقام قديمه، بريفيو عشان اتفرج، كوبي طبعا عدد النسخ زي ما انت عايز. تعالى بقى نترجم السلم السبايرال. خلي بالك اهم حاجه انت تفكر ازاي تتعمل اهم من انها تتعمل. انا دلوقتي عندي السلم السبايرال بيعمل ايه؟ بيطلع بيتحرك. كلمه بيطلع دي يعني ايه هنا؟ رد 3D. لا كلمه بيطلع يعني ايه؟ موف. هو هطلعه هنا قيمه قد ايه؟ قيمه السلمه اللي هي اصلا كام سنتي؟ 15. الراجل طلع معلش. طب كلمة بيلف فين من اللي هنا؟ روتيت. اهي وتيجي تديله هنا زاوية الروتيشن. حد معايا ولا فين؟ ايا كان عدد السلالم بقى وبراحتك وانت طالعة. وصلت؟ ده انا يعني انا حتى ما لعبتش في ال 2 دي ولا اي حاجة، ما عشان كده بقول لك دايما فكري ازاي تحلي، مش ان انت تحلي وخلاص. يعني هي القصة كلها ان انا احل ازاي؟ فكرة الحل، فكرة حل الكتلة، حل الارض، حل البرودكت بتاعك ابتدي منين؟ حد معايا ولا فين؟ ايوه مع حضرتك. وصلت؟
وصلت ولا عيدها؟ براحتك. يعني هي على اي اساس يعني السلم اتفرد كده وحضرتك كتبت 15 سنتي؟ هقول لك بص، انت عندك السلالم بتاعتك اهي او السلمه اهي. ايوه حلو، دي اول واحده. تمام خلاص. طيب ايه المطلوب؟ ان دي تعمل لها ايه، روتيت صح؟ اه حضرتك عملت عدد كوبيز كتير. ايوه حضرتك هتطلع من قائمه تولز، وادي الاري اهي، بس اهم حاجه نقله البيفوت بس. الارقام اللي عندك هصفرها ريسيت، حاجه اقوله هنا كوبي، عدد نسخ اليوم 10، حاجه هنا في امر موف، وارفع قيمه السلمه قيمه القايمه اهي، واعمل بريفي. طلع بقت 10 بقت 20 زي ما تحب. طب الزاويه ادي روتيت اهي، اللي هي فرق ما بين كل زاويه سلمه والثانيه. خلاص خدت بالك؟ ايوه اوكي. اه وازود بقى عدد السلالم زي ما انت عايزه، يفضل طالع. اه ماشي. الدليل بتاعي كمان لو جيت رفعت الهايت بتاع السلندر نص بالظبط. وصلت؟ امم. حد يعرف يعملها؟ اه يلا بص، انت عندك دي كان المطلوب منها ايه؟ ان انا عندي منها خمس نسخ، كل واحده اصغر من الثانيه بنسبه، وكل واحده بتلف عن الثانيه بنسبه. فانا مسكت الكل وجيت طلعت هنا من قائمه تولز، وجيت قلت له هنا اري وبريفيو اتفرج ريسيت لو في ارقام قديمه اهي. طيب ايه المطلوب؟ عايز منها كوبي مثلا خمس نسخ، اوكي مالهم؟ كل واحده تلف عن الثانيه 45 اهي، والراجل بينفذ لا اكثر. حد معايا؟ كل واحدة أصغر من الثانية مثلا 25، بكتب هنا المتبقي من المية، أكتب هنا 75 75 75 لا أقصد. حد معايا ولا فين؟ أه هتتحرك بقى؟ أه طبعا، إن هو بيعمل كوبي بالحركة أهي. بصي أهي شايفة؟ الشادو ده لو مضايق حد، أنا ممكن أطلع من كلمة يوزر ديفاين اشيل كلمه شادوز من هنا، اقطع من يوزر ديفاين واقول له سمحت استخدم لي اللايت لو بتاع الديفولت لايت لو بتاع الماك، واعمل بلاي. وصلت؟ انا كانت المشكله عندي برضو نسيت اعمل كوبي وعملتها انستنس. معلش واحده واحده، اصل هي العمليه خلي بالك هي تعود بس مؤقتا. حد يحب ان انا اعمله سلالم تاني؟ ها؟ خدت بالكم؟ فانا محتاج اللي هي حاجه ترسم وانت بتتخيل كده كده هيبقى في المرحله اللي جايه، هديك اصل الفيلا ثم هديك بقى بلانات وواجهات وهديك حاجات تانية بقى. نعم. طب هو السقف اللي هو واخد كيرفز ده يعني خدنا حاجه زي كده؟ اه طبعا، دي ما فيهاش الهوا، احنا ما خدناها بجد. اه والله.